أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Respected viewers and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. The ayah which I have read is from Surah Al-Baqarah, chapter 2, verse number 79. Allah says, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Woe to them who write down the book with their own hands and then say, this is from Allah. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. So they can mint some reward, some money out of it. فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. So woe to them what their hands do write. وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. And woe to them what they earned through it.